يا سامعا كلمات كل متعلما واقرأ بحوث السيد الأستاذ. كم هفوة بتراثنا هو قد كشف وبذاك قد عد من الأفذاذ. يا سامعا كلمات كن متعلما واقرأ بحوث السيد الأستاذ. كم هفوة بتراثنا هو قد كشف وبذاك قد عد من الأفذاذ. قد صنف التأريخ في تحقيقه للحق صنف صنف للشذاذ. ما حال أهل غلوهم بمعاوية؟ قد زادوا فينا قد زادوا فينا الشتم والسبابة. ما ذكر إلا لأجل شاهد تحقيق بحث ذاكرا أصحاب. بالنار خت منذلة قهرا له لأنه أبى يوصف سبابا. والحاكم الطاغي ببغض قد أمار يشتم عليا سيدا أوابا. لا منصف شادى يقول الحق وال بعض يكفر جاحدا مرتابا. أمر الطليق بجرأة وفصاحة والنحو يعد الآمر سبابا. قد مال عباد لأشخاص وهم قد حرفوا الحق لأجل لئام. فرواية من مسلم صحت وقد جحدوها بالتأويل والإيهام. قد أنكروا إثباتها من شيخهم خدعوا الأنام وضللوا بلثامين. يا إخوة في الدين هذه فرقة به والعدو يشمت بنكالي. أستاذنا جار بحزم بحثه يعطي حقائق تبدو بالأحوال. والكل لا رد له وصامت وكأن صمت الكل صمت جبال. يا إخوتي في الله لب مناديا قد عانى ما عانى من النعرات. فمتى أخ منكم يشارك صوتنا كي ينهض الإسلام بعد سبات. لكننا لله نصبر نطمع فهو الكريم المعطي للحسنات. يا سامعا كلمات كن متعلما واقرأ بحوث السيد الأستاذ.